حقها راح في الدنيا، حقها مش هيروح عند ربنا، وربنا هيجيب لكل واحدة اتظلمت واستحملت وصبرت حقها لحد عندها دنيا وآخرة. أهلا بيكم متابعين كلمتين مع شيماء، بتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. النهاردة هنتكلم عن الزوجة اللي بتحاول بقدر الإمكان تستحمل، والزوج الصعب الشديد مع زوجته اللي ما بيفوتش، اللي ما بيعديش، اللي بيتخانق، أو الزوج البخيل اللي مش عايز مثلا يصرف على زوجته، مش عايز يجيب لها، عايزة تروح للدكتور، مش عايز يديها فلوس ولا يوديها، يقول لها روحي أهلك يتصرفوا يودوكي هم. والله أصناف وأشكال كتير، في أزواج مؤذية كتير بكافة الأشكال. في واحد بخيل، في واحد بيحب يزعق ويشتم، في واحد صعب بيدق على كل حاجة الصغيرة قبل الكبيرة، في واحد بيحب يخاصم ويقاطع ويقلب البيت غم وهم، في واحد بيعرف واحدة تانية على مراته ويمشي مع ستات تانية ويحرق قلبها ويحرق دمها، وممكن كمان يتجوز على مراته. حاجات كتير وأشكال كتير جدا جدا من الحاجات الوحشة بنشوف الأزواج بتعذب بيها زوجتها. كتير هقول لأ وما ترضيش بكل دوت، لكن أنا عايزة النهاردة أكلم الستات الراضية بقى، الستات الراضية اللي صابرة ومستحملة، اللي ما عندهاش أي حل تاني، اللي مثلا ملهاش بيت أهلها تغضب وتروحه، اللي ما عندهاش أي عائد مادي تصرف بيه على نفسها فمضطرة تقعد وتستحمل عشان خاطر عيالها، عشان جوزها يصرف على عيالها. عايزة أقولك صبرك واستحمالك على أذيته، على عينه الزايغة، على قلة أدبه، على خصامه، على هجره ليكي، على بخله عليكي، كل صبرك دوت عمره ما هيروح حضر يا حبيبتي. على مرضك، انك تعبتي وشقيتي وجالك امراض الدنيا من الغم اللي انت شايفاه منه، كل ده مش هيروح حضر. وكل ده صدقوني والله العظيم لو صبرك ده كله في الدنيا، طب وحقك ضاع في الدنيا وحاسه انا فين حقي، انا فين حياتي، دمر لي حياتي كلها. ما في راجل بيدمر حياه مراته وولاده، بيدمرها، بينهي العيشه معاه، عارفين اللي هي تقصف العمر. في رجاله العيشه معاهم تقصف العمر، وتجيب المرض وتجيب العيا وتجيب الضغط والسكر والاورام وتجيب كل القلب والجلطات وتجيب كل حاجه، وتلاقوا الست دي يعني بقت صيدليه متنقله من كتر الادويه الغم اللي بتاخدها. ولكن لو حقك ضاع في الدنيا، حقك عمره ما هيروح عند ربنا، عمره. اوعي تفتكري في يوم من الايام ان البني ادم دوت اللي سابك عيانه وقالك لا مش موديكي للدكتور وروحي اشحتي تمن العلاج، ولا روحي وتفضلي تروحي للصيدلي وتقولي له والنبي عايزه الدواء الفلاني والدواء الفلاني ومعيش فلوس وهات لي ده وسيب لي ده، وتتذلي للي يسوى واللي ما يسواش. الزوج اللي بيفضح مراته ويروح يقعد يشتم فيها على مع اصحابه وينسى خيرها وينسى وقفتها جنبه. الزوج اللي كان مش لاقي ياكل ولما وقفت جنبه وعيلي راح اتجوز واحده تانيه وزلها. اوعي تفتكري كل ده ربنا غافل عنه، ربنا ايه مش بيغفل ابدا ولا بينام. وما ربك بظلام للعبيد، ربنا مش خلقك عشان يظلمك ولا يعذبك. كل دقيقه صبرتي وكل دقيقه استحملتي وكل دقيقه جيتي على نفسك عشان خاطر عيالك وعشان خاطر بيتك عند ربنا، صدقيني وربنا هيجيب لك حقك منه تالت ومتلت. ولكل راجل خاف، خاف، لو مش خايف من الست دي، لو مش خايف من ضعفها، لو مش خايف من انها في يوم تدعي عليك وتقول فوضت فيك الامر لله ومنه لله من اللي عامله فيا، لو مش خايف من عيالك في يوم يكرهوك ويقولوا كرهناه من كتر الغم اللي معيشنا فيه، لو مش خايف من كل ده، خاف من ربنا عشان عقابه هيبقى اشد من كل دول. لو شايفها ست وشوية أطفال ضعاف مش هيقدروا يقفوا قصادك ولا يقدروا يعملوا فيك حاجة ولا هيقدروا يردوا عليك ولا هيقدروا ياخدوا حقهم منك، خاف من ربنا عشان انت بقى وقتها اللي مش هتعرف تفتح بقك قدام ربنا، وربنا هيجيب حق الست دي وولادها تالت ومتلت، وهيجيب حق صبرها كله، وهيجيب حق ما جيت عليها، وهيجيب حق ما كنت بتقول أصل ده طبيعي، أنا شديد وصعب. شديد وصعب، خليك شديد وصعب على نفسك، خليك شديد وصعب على اللي بيكرهك، ما تخليكش شديد وصعب على اللي بيحبك، على اللي منك، ما تخليكش شديد وصعب على اللي مالكش غيرهم، ما تخليكش شديد وصعب على اللي بيتمنولك الرضا ترضى واللي بيخافوا عليك من الهوى الطاير واللي بيدعولك صبح وليل، خليك شديد وصعب على حد تاني،
ما تبقاش سد وصعب على مراتك وعيالك الغلابة اللي المفروض بدل ما يتحموا فيك ويستقوا بيك انت بتستقوا عليهم وهم بيخافوا منك. كل واحد فيكو يخاف من ربنا، عشان في يوم كل واحد فيكو هيرجع لربنا وكل واحد هياخد حقه تالت ومتلت. بتمنى كلمتين مع شيماء يكونوا عجبوكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع ألف سلامة.